اللاعبين على اغرتهم يفوزون ما يحتاج يتعبون. مرضي ياخذون كل لاعب يقول لك كم ميداليتك يضحك ويمشي. وان احنا نحافظ على الاستقرار وسنه الجايه نحقق الدوري والكاس. هو اللي صار مو باستبعاد استبعاد، احنا اللاعبين عرفنا انهم اذا ما وصل حق الاهداف دي لابد من التروي. محرق اليوم غلبك شنو استفادة؟ طلعوا الموسم بدون بطولة. أنا عندي الثاني نفس الأخير. المبحرون كثر لكن المركب ما تحتمل إلا راكب واحد، وفي الملعب 10 تلوان لكن الرفاعيين ما رضوا إلا الدرع والكاس يتلونون بالسماس. سيد مهدي حراسة شبر صمام الأمان حرم الميزان سيد مهدي قلب الأسد حرم الميزان وأكيد ما ننسى كوميل المايسترو مرهون الفنان وأكيد ما ننسى الهداف حميدان كل أسطول ناجح بريادة عاشور الربان وإدارة ناجحة وكل أسطول يكون وراء قائد حكيم وإدارة ناجحة اللي قادها الشيخ عبد الله بن خالد ووصل فيها الرفاع ليبر الأمان. رئيس نادي الرفاع نورتنا اليوم ونحب نستضيفك خصوصا على الموسم الاستثنائي اللي قدموه الرفاع هالموسم. الله يسلمك بالعكس وحياكم الله في ناديكم محلكم أبرك ساعة. والحمد لله كان الموسم موسم طويل وصاحبه يعني حالات أو إجراءات استثنائية مع الكوفيد والكورونا، ولكن الحمد لله في نهاية الموسم قدرنا ان احنا نطلع بنتائج ايجابيه. الحمد لله حققنا بطوله كاس جلاله الملك صلى الله يحفظه ويسلمه وبطوله سيدي سمو الشيخ ناصر، وهذه اغلى بطولتين عندنا. ببتدي وياك بخالد من بدايه الموسم، انت قلت ان كان عندكم مشروع ماشيين عليه، هاي المشروع كان علي عاشور بادي من قبل 3 سنوات صحيح؟ علي عاشور الموسم اللي فات انباء وايد ترددت، علي عاشور خارج نادي الرفاع، علي عاشور اذا ما فاز في هالمباراه سيتم اقالته، علي عاشور لن يكمل مسيرته في نادي الرفاع. سعاده الشيخ عبد الله بن خالد
يطلع بخبر عكس كل هالكلام التجديد لعلي عاشور لثلاث مواسم. شوف أنا بقول لك إذا الواحد ما تعلم من أخطائه يعني لا يمكن أنه يتطور في الحياة. واللي يقول أنه ما أخطأ هذا شخص يكابر على الواقع ويكابر على واقعه كإنسان. كل إنسان يخطئ. الموسم اللي قبل ما ناخذ الثنائية في 2019 كنا احنا خذنا أفضل لاعبين وسط في البحرين. وكان وقتها المدرب جريدو المدرب البرتغالي خذنا سيد ضياء كوميل علي كريمي أحمد كريمي مال إيران أحمد كريمي كلهم لاعبين بلاي ميكرز وخذنا اللاعبين أفضل لاعبين الموجودين ودخلنا الموسم ما كان هيئة الفريق ما كانت صح يعني ما أخذنا اللاعبين اللي إحنا نحتاجهم في المراكز المعينة اللي إحنا نحتاجها وقبل ما يجينا المدرب كنا إحنا ماخذين الدوري مع مدرب الغدير متروك اللي له كل الشكر في تحقيق بطولة الدوري معه جبنا جريدو النتائج ما مشت معانا شلنا جريدو دشينا في دوامة بدلنا خمس مدربين في الموسم فعلا كونسل بعد جريدو يا عدنان إبراهيم بعد عدنان إبراهيم يا مدرب اللي كان يدرب مال البحرين عادل نعيمي مدرب الشباب نهاية تبع عادل مرزوقي كانت لا عادل يا دراغان مدرب دراغان البحرين آخر شيء عادل مرزوقي في آخر مبارتين كان متواجد هو عادل مرزوق وكنا في ذيك الفترة مركزنا السابع الثامن ممكن نحن ننزل درجة ثانية كان ثلاث نقاط بينكم بين الهبوط ثلاث نقاط كان في مباراة ضد المالشية وكنت أنا موجود في البنش مدرب كان دراغان وهذه يعني المستمعين عشان يعني ما هي حكاية طريفة بس وقتها كانت وايد صعبة مدرب دراغان عقب ثلث ساعة انقمع عليه احنا لازم نفوز على المالشية اذا ما نفوز خلاص عقب نلعب ويا الشباب ننزل درجة ثانية ترى دخلوه في قفة تبديل الملابس في ذاك الوقت كنا تونا مواقعين ويا علي عاشور بس ما اعلن يعني كان صحيح الكلام ان الرفاع كان موقع مع علي عاشور من زمان بس ما كان متكلم يعني قبل اخر مبارتين قبل اسبوعين مواقعين خلصنا وهي لها حكاية ثانية إذا نتطرق لها عقب. أنا قاعد على البنش. لازم نفوز على المالشية. إذا مين يصير المدرب الحين؟ مساعد. عادل. من وياه؟ خالد. إنزين. درنا المباراة ويا عادل الله يحفظه. وطلعنا فايزين في المباراة 2-1. خلصنا المباراة ومدربنا قاعد في غرفة الملابس حاطين عليه الشمادة مغمي عليه ذي الظرف شو اللي وصلنا له التخبطات الإدارية الخاطئة لا هو ال 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 الساعات انت تحط مثلا اهداف معينة في الموسم اذا ما وصلت حق الاهداف ذي لابد من التروي الاجراء السريع والانفعالي مثلا الجماهير مبراضية الناس مبراضية قد يدفعك ان انت تاخذ اجراءات ثانية تدخلك في دهاليز انت في غني عنها فبعد انتهى هذا الموسم الصعب بعد توقيع مع مدرب القدير علي عاشور قعدنا اجتمعنا شكلنا لجنة مع سمو الشيخ خليفة بن علي ورياض وعلي القعود والشيخ زياد عسى الله يسلمه بن فيصل وعقب بعد دخل معانا العزيز أخ محمد جناحي
حطينا النقاط اللي احنا نبيها. وقعنا مع علي عاشور، قعدنا مع علي عاشور، قلنا لا لحظة، احنا نبي نكون معاك، نوقع معاك، ما نبي موسم، نبي مشروع نحن نبتدي فيه. عندنا لاعبين في ذاك الوقت كانوا ماخذين الدوري والكاس في فئة الشباب الأكاديمية، عشان هذا عمل كمان الأكاديمية في القاعدة. المهم صعدنا منهم 8 أشخاص، بالإضافة كان في بعض المراكز اللي احنا كنا نحتاجها واللي كان يثني عليها مدرب علي عاشور ان احنا لازم نجيب او نستقطب لاعبين يغطون هذه الخانة. فالحمد لله قدرنا ان احنا نحصل اللاعبين اللي موجودين في 2019، وقدرنا ان احنا تحققون اول ثنائية. مش اول ثنائية، احنا حققنا بالمسمى الجديد. بالمسمى الجديد، مسمى دوري، مسمى جديد، اول نعم. ثنائية نعم، المسمى الجديد نعم. ف عشان انك انت تحول من فريق كان داش في دهاليز وما بعرف انه هو وين ممكن يطلع من الواقع اللي هو حاط روحه فيه، وانا شخصيا اتحمل المسؤوليه الكامله في هذا اللي صار لي، قدرنا ان احنا نطلع من ذي عنق الزجاجه وان احنا نحقق الدوري والكاس. خلصنا 2019 الحمد لله. السنه اللي عقبها كنا ممكن ان احنا ندخل في نفس الموضوع لو كنتوا اقلتوا علي عاشور. لو اقلنا علي عاشور وما حافظنا على الاستقرار، كان ممكن نحن ندخل في نفس الدهاليز اللي دشينا فيه. يعني كانت موجودة النية أبو خالد؟ لا 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 بالعكس، لا لا لا، كان هناك ضغط من بعض الجماهير بقالة علي عاشور، بقالة علي عاشور، تغيير الجهاز الفني، ضغط من محبين النادي، من حبهم على النادي إنهم يعني يشوفون أن الفريق في المركز الثالث أو الرابع، مو عاجبهم هالشيء. تو كنت محقق الثنائية وتيني الموسم الجاي تلعب لي توصل لي الثالث والرابع، لا يبون تغيير. ف اجتمعت انا مع الاخوان وعقبها اجتمعت ويا مدرب علي عاشور، قلت له شوف احنا امام خيارين، خيار ان احنا نفترق وانت تطلع من النادي واحنا نعيد من جديد ان احنا ندور جهاز فني جديد ونعيد تشكيل الفريق، وان احنا نحافظ على الاستقرار وسنه الجايه بنحقق الدوري والكاس. بس في شيء والكل كان يتكلم عنه ومن بدايه الموسم، ان الرفاع من بعد ما تعاقد مع النجوم اللقب اصلا صار محسوم. تخيل عبد الله، خلينا نكون صريحين مع بعض، احنا تعاقداتنا اللي سويناها خلاص قبل لا نلعب الدوري الكل قال الرفاع بياخذ الدوري والكاس بسهوله على الورق. انت مو بس توقع عقود لاعبين وعلى الورق تاخذ بطوله بطولتين، لا لا لا، احنا نقدر نضرب امثله من اليوم لباكر في انديه عالميه قاعد توقع وتجيب لاعبين وما قاعد تقدر تسوي. لا شوف صعب في الكوره، ما في شيء مضمون. انت اليوم مو شرط عندك 12 لاعب او 18 لاعب مميزين معناته انت خلاص انك بتاخذ البطوله، لا لا. الكورة اليوم صارت فيها نظام تكتيكي، فيها تحليل، فيها انسجام لاعبين، فيها عوامل صعبة. يعني اللي يخلينا احنا مرتاحين ومو متأكدين بعد، لكن نسبة نجاحنا اعلى من باقي الأندية، هو النظام والعمل اللي يسبق الموسم، من عمل إداري، من بعدها عمل فني، جهاز فني عارف وظيفة كل لاعب في الفريق، عارف بالضبط ايش لازم يسوي. هاي العوامل اللي نجحتنا، مو اسامي اللاعبين. ترى انا بالنسبة لي اسامي اللاعبين مو مهمة، المهم العمل. والله انا رأيي يمكن من رأي جاسم، احنا نؤمن بالعمل، العمل كامل، فاحنا جزء من ذي العمل، لاعبين نأدي ادوارنا. علي عاشور كمدرب كان يأدي ادواره، رئيس النادي سمو الشيخ خليفة نائب رئيس النادي، فاحنا كلنا كنا نؤمن بالعمل، كل واحد يؤدي دوره. احنا كان دورنا فقط في الملعب نسوي اللي يبيه كمدربنا،
علي عاشور كان يحقق أهداف مجلس إدارة اللي حطها بداية الموسم. طبعاً كنا كلنا نشتغل كمنظومة واحدة، ما في أي واحد كان خارج ذي المنظومة، فهاي اللي كان أسباب النجاح يعني مثل ما كنت أقول لك. يعني وصلنا في وايد جمهور قالوا أن الرفوع على فكرة قاعد يفوز بصعوبة، ولاحظنا هالشيء هالموسم بخلاف في كذا مباراة الرفوع ما في مباراة الرفوع فوز فيها بأريحية اللي خلتك من بداية المباراة تثق أن فريقك بيفوز. بس اللي يقول كذي ينسى شيء وايد مهم، ترى اللاعبين ما وقفوا، ما أخذوا بريك. اللاعبين بداية الموسم اللي طار ليه هالموسم صدنا ويا الكوفيد ويا الكورونا وقفوا أسبوع. هاي بني آدم بماكينة ممكن هو يشتغل لك على حبة ويبند لك على حبة. العاد أنت حين خلصت، حين خلصنا إحنا الموسم. أنت سألتني عن سألتني عنكم قلت لي قلت لك مسافر، وقلت لي مسافر، وقلت لي أنا توني راجع من السفر صح؟ زين الواحد يحتاج إجازة، يحتاج إنه يكون فريش شوي يرجع. أما أنت لاعب ملاعبة سنة كاملة وقلت له هذه إجازة لك خمسة أيام ورد العب سنة كاملة ومشاركات خارجية، ما يصير. المستوى بيكون متقارب، ما بيكون. لو أنا إن شاء الله أفضل لاعب وفي وأبتدي وياك وفي جاونا إحنا جاونا ومستوى دورينا ما بيكون في فارق. من الطبيعي إني أنا إن فريقي يفوز 1-2-1 زين، إنه قاعد يأدي ويأدي المطلوب منه. أنت بعد إذا طلبت تطلب المستطاع، ما صرت تقول حق لاعب لعب لي سنتين على تلة. هالكلام يعني لازم لابد من اللي يقول لك إن نادي رفاع ما أدى في هالموسم إنه ينظر إنه يشوف إنه شو اللي صاحب هذا الموسم. والموسم اللي قبله أنا تكلمت في هالموضوع، كنا إحنا مسجلين 50 هدف في الدوري، 50 هدف حققنا المركز الثالث. وين وصلنا 50 هدف؟ كرة القدم عشان أنك أنت تحقق أهدافك المرجوة لابد أنك تبتدي من الدفاع للهجوم وليس العكس، من الهجوم للدفاع. هذه مثل الأخوان ما يمكلك عيش. الأقوال ما تقول لاعبيني على أغرتهم يفوزون، ما يحتاج يتعبون روحهم. ما يحتاج يتعبون روحهم؟ لا، أنت في أفرقة سجلت علي آخر الوقت رديت سجلت عليها أمور طيبة في ثواني بثلاث نقاط. هذه الأمور مو أنا أتكلم فيها المفروض يعني بتخليه حق كابتن علي يرد عليك. وإحنا إذا بنيب على الأرقام نتكلم عن مباراة مباراة، ما قاعد عندي مشكلة أنا ترى. خلقت فرص أقل شيء، الإحصائية مالتي في شركة إنستر اللي الاتحاد البحريني متعاقد معاها وتطلع الإحصائيات، الأفرج مالي في كل مباراة من 7-8 فرص، أحصل أقل شيء 5 كورنرات في كل شوط، أشوت تقريباً on target 10 شوتات وفوق. فهي الشيء اللي أنا كنت سعيد فيه بغض النظر عن التهديف 1-2-3 أوكي. إذا نروح لاعبيننا الأجنحة والله المهاجمين والله الوسط يشوتون في كل مباراة يعني من فوق 10 شوتات على الجول، إحنا يعني مسيطرين على المباراة. توفي تحتاج تدش الكرة في الجول. يعني مو صعب إنك تقول عقم هجومي، لأن أنت اليوم إيش أقول لك، كل الفرق قاعدة تحسب لك مليون حساب وتحللك قبل المباراة وتدش ياك بتحفظ مبالغ فيه. خلنا نقول خلنا نكون واضحين، أكثر من أكثر الفرق تدش بتحفظ مبالغ فيه، حتى بعد 1-0 تتم تحفظه علشان ما تخسر نتيجة عودة. فمو سهل ترى. احنا بس الهدف مالنا كنا نوصل، احنا مثلا احنا بقول لك اذا نوصل الجول ونسوي ونخلق فرص انا هاي كافي لي. اي مدرب بتساله نفس السؤال عبد الله، يكفي انا اخلق لي الفرص وفيك من رب العالمين. اذا الواحد متوفق مو متوفق بيحط الكره في الشبك والله. هذا الشومي ما كنت اوكي لا يسجل لي ولا مباراه من المباريات اللي لعبناها، بس سجل لي مباراه الدوري، جاب لي مباراه الحج، سجل لي جول وخلص الدوري. ولو مسجل لي 4 أو 5 أجوال بداية الموسم وآخر شهر الفرصة يحصلها ويضيعها. وفي اللي قال أن الرفوع أخذ البطولات لأن الفرق اللي ضده ضعيفة، مو هو اللي قوي. لا بالعكس، بالعكس هذا كلام يعني مو بصحيح. يعني الدوري كان فيه منافسة من جميع الأندية، المنامة، الشرقي، المحرك، راح يظلون ينافسون. والحد بعد
لكن يعني الحمد لله احنا دائما دائما نحسب حساب حق كل مباراه مثل ما يقولون ستيب باي ستيب. الحمد لله توفقنا في المباريات وزاد الثقه عند اللاعبين وزاد الثقه عند الاداريين والجهاز الفني وختمنا المشوار بهالطريقه. يعني لا ما يعني انا توقعت يعني بحصل منافسه من افرغه ثانيه بس ما توقعت يعني ان يكون ما في منافسه. لا ما في منافسه. فارق سبع فارق كم نقطه؟ 10. يعني ما في منافسه يعني افرغه ضعيفه صدق؟ لا يعني مو بفرغه ضعيفه حتى ترى اول تلعب يوم اخذ الدوري فرق عن المنامه كان الثاني 6 ولا 7. انا افرض مكانتي انا اروح مو اللي تحتك هو اللي يسلم لك. لا انا اروح كل ما اروح اللي وراي يدعموني يضعف. وكلام بعد سمعناه ان المدرب ما له دور على عاشور الجزء من منظومه الرفاع. على عاشور مهم ورئيس النادي مهم والاعضاء والاعضاء مهمين. انت شو تشوف عبد الله؟ انا بسمع كلامك عقب بقول لك رايي. لا لا الحين قول لي شو تشوف انت؟ هل المدرب له دور ولا لا؟ صدق صدق المفروض المدرب يكون له دور. شوف المفروض اللي كان يبي يقلل ترى متعمد اللي يبي يقلل من شان عمل الجهاز الفني. ما اقول مدرب، عمل الجهاز الفني. احنا كوحده متكامله، احنا عندنا ناس قاعد يشتغلون الصبح وليل علشان نحقق النتائج. وهو في عندنا فريق عمل من مساعدين 2 محمود وعادل، عندي الحسيني محلل ويا جهرمي وياه، عندي مناف معد بدني وعلي سعيد مدرب الحراس. الشغل اللي قاعد يسوونه الجهاز الفني ويا دكتور الفريق أمانة يعني نجهز اللاعبين على أعلى المستويات. أنا خلني أكون صريح وياكم، هذه النجوم اللي موجودين في الفريق تتوقع أي مدرب بيه يقنعهم فنيا؟ مفروض يسمعون كلام المدرب. مفروض يسمعون، بس هل بيقتنعون من كلامه؟ هل كل مدرب بيجي بيمسك اي فريق يقدر يحط قناعاته 100%؟ يعني ما اتكلم عن البحرين بس، اتكلم على مستوى العالم. ونضرب امثله من اليوم لباكر في مدربين. هو شوف اكون صريح وياك، اي فريق فيه نجوم يقول لك عمليه اداره النجوم اصعب من تدريب. خلني برد عليك على السؤال، الحين احنا بنقول الفريق موجود، النجوم موجودين، بس مو في لازم يكون يتدربون بشكل يومي ان تتطور لياقتهم البدنيه، مو لازم تتطور الجوانب التكتيكيه للفريق، مو لازم تتطور الجوانب الذهنيه في الفريق، مو لازم تتطور جوانب المهاريه في الفريق في التمرير في المساحات الضيقه في هذه، مو لازم يتطورون في جوانب اتخاذ القرار في المباريات في المناطق الحساسه والحاسمه. هاي اكيد هذه ما بيكون شغل لاعب بروح. سمعنا كلام الرفاعيين وللحين ما خلصنا، راجعين لهم اكيد. بس الحين خلنا نتذكر طريق الرفاع في القسم الاول شلون كان. الرفاع بدا الموسم بمباراه الغريم التقليدي، صدق انه سووا كل شيء في هالمباراه لكن بعد ما قدروا يفوزون. مباراتهم الثانية كانت مع المنامة وقدروا منها يحققون العلامة الكاملة في الجول. هدف أول رفاعي، جول 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 مهدي حميدان، جاسم الشيخ، كرة من عمال المدى، خطر في الجول، جول جول. الله 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 الله، ثاني أهداف الرفاع، ثاني أهداف الرفاع. في المباراة الثالثة الرفاعيين تزينوا بتيشيرت العائلة الواحدة، أتوقع تذكرونه. جول جول رفاعي أول، أصحاب السعادة يأتون بأول أهداف المباراة. وصلوا الجولة الرابعة وانتصروا على الحد
ولا حين كانوا يبون عين التصريح معهم. الجولة الخامسة كانت فيها ديربي الرفاعي، واللي بتحدد الصدارة بتكون في وين؟ في غرب الرفاع أو في شرقه؟ جول الرفاع! الرفاعية كانوا مرتبين وعن الصدارة مو متنازلين، خذوا النتيجة والأداء وفي الصدارة صاروا متشبتين. وكل جولة كانت تتعدي الرفاع ياخذ فيها المهم، وكانوا لاحين في الصدارة متمسكين. كرة فيها تسديدة في بداية شوط المباراة الثانية، واعية خطيرة الثاني للطاوي. الرفاع هم في طريقهم للقب الدوري، كانوا على كاس الملك بعد نفسهم، والنهائي كان مع الأهلي. ما أثر عليهم شيء وقدروا ينتصرون وبالكاس يظفرون، وهني رجعت العلاقات وخلاص الرفاع نسوا اللي فوق. الصوت الإحنانية. خلصنا نص الموسم، خدت كاس الملك، صعدت، جات لك الثلاث مباريات المفصلية، أو هي كانت ثلاث مباريات بداية من كاس الملك. نعم. نهاية كاس الملك، مباراة مع المنامة، أيه. مباراة مع المحرم. أيه. علي عاشور يعدي مع الشرقي، علي عاشور يعدي من هالثلاث مباريات يا ضامن الدوري يا خسران الدوري. شلون دخلت نفسيا وانت خصوصا انت اول خساره تخسرها من كم من سنه في هالمباراه؟ احنا شنو كان؟ كانت المباريات ورا بعض، حتى طلبنا تاجيل اصلا مو رساله شفهيا، كلمناهم في تشانس تسوون لنا تاخرون المباراه يوم او يومين لان صار ضغط علينا في غضون 9 ايام او 10 ايام ما اتذكر بالضبط. لعبنا ويا المنامه في الدوري، لعبنا نهائي الكاس، لعبنا الشرقي، لعبنا المحرك، يعني كانت مباريات كل واحدة أهم من الثانية، كل مباراة أهم من الثانية. ولاعبينا كانوا في المنتخب ورادي، ولاعبينا كانوا جايين قبل مباراة المنامة جايين من المنتخب، يعني تخيل اللود اللي صار على اللاعبين. بس الحمد لله كنا قدها قبل مباراة الأهلي، اي كنا قدها وقدرنا نطلع بأقل أضرار، يعني كنا نتمنى بعد نفوز مباراة المحرق ولكن طلعنا بأقل أضرار. وبعد أنا مصرح في مكان لو اي مكان لو يقولون لي اختار اي مباراه تخسر من هالمباريات بختار المحرك بعد ما عندي مانع. انت الحين مصمم على تصريح لو تخسر اي مباراه من المباريات من هالاربع دلين مباريات تختار المحرك؟ اختار المحرك، مع ان المحرك الرايفل مالك انت الازلي، المحرك اللي انت تمال، المحرك اللي يوم غلبك طلع وصرح قال لك انا خلي المحرك ياخذ بطوله، بس خلي الرفوع ياخذ كل بطوله بس ما يغلبني. انزين شنو استفادوا لما ما فاز علينا؟ شنو استفادوا؟ طلعوا موسم بدون بطوله، ما استفادوا شيء. يسجل الهدف الأول بكبرياء للحرام. هذه كانت الخسارة الأولى للرفاع، وما كانت من أي فريق، كانت من الغريم التقليدي، وأتوقع هالشيء زعزع الرفاعيين. بس عقب اللقب كانوا دبلوماسيين. لا مو شرط ترى محرق يوم الأغلبك، ترى هاي كرة قدم في النهاية، أنا أكثر مرة أقولها، مو شرط ان يوم كل يوم اللاعب بيكون في افضل حالاته، طبيعي ترى في كرة القدم، طبيعي في دوري على 6 شهور على 10 شهور، طبيعي في يوم في مباراة من المباريات ما بتكون في يومك، ما بتكون موفق فيها. خسارة يمكن ان كنا
على ما اعتقد كنا رادين من بطولات كاس الملك، فكان فريقنا شوي متراخي شوي متراخي يعني، وإن بندش كنا ما كنا داشين حق المباراة إن 100%. فهاي اللي انعكس علينا في المباراة، شوفت عينك يعني راحت من يدنا المباراة. بس كانت أول خسارة حق علي عاشور من المحرك في 8 مباريات، ما حس إن هالرقم راح، مع إنه رقم عود بالنسبة حق مدرب بحرين إنه ما يخسر من المحرك. والله العبيد والله كلش مو مهم أصلاً، تحت قلت لي 8 مباراة أنا ما كنت أدري، كلش مو مهم بالنسبة لي هذه الأرقام، والله ما أدري كلش مو مهم بالنسبة لي هالأرقام، ولا أحطها في بالي، لأن هاي إنجازات شخصية. أنا شو أسوي فيها؟ وين بتوديني؟ لو بتوديني بعيد ولا بتوديني جري؟ فالأهم إن الرفع. إحنا كفريقنا شنو كان هدفنا؟ تحقيق الدوري. أنا لو خسران من الشرقي كان بصير الفرق بيني وبينه كم؟ 6 نقاط كنا. لو خسران من المنامة كان المنامة بصير بيني وبينه 8 نقاط 7 نقاط. لو خسران من الأهلي بخسر كاس وخسر بطولة. لو خسران بطولة كان خسرت كل اللي جاي عقبه. احتمال عود. فأنا أفضلت إني أخسر المحرك مع إن كنا نتمنى الفوز بكل أمانة. وأنت قلت الغريم التقليدي للرفع وتتمنى تفوز، ولكن هي المباراة بتكون للجمهور أهم أكثر أهمية من إحنا. ترى بالنسبة لمباراة المحرك حالها حال المباريات الباقية، ولكن فيها هالمباراة خاصة للجمهور الفريقين اللي يبون يفوزون في هالمباراة. ولكن بالنسبة لنا إحنا كانت مجرد 3 نقاط خسر معهم. بطل الكاس بعد خسارته من المحرك رجع لسكة الانتصارات، واصل الصدارة، لكن في نفس الوقت ما شفنا الرفاع شارك بعياله، وقتها فكرنا انها عدم ثقة. بالعكس يعني انت تشوفهم في فئات العمرية مثلا الاولمبي يلعبون كلهم، وثاني شيء كفاية انه يقلبون نتيجة واحنا نلعب مع المالشية. المالشية كان يصارع للهبوط، ويمكن احنا اكثر نادي نلعب اللاعبين الشباب، اعطيناهم الثقة واعطيناهم الوقت. الكابتن علي عاشور عطى لاعبين مثل سلمان وعبد الرحمن العبيدلي الموسم اللي طاف، لكن اصيب برباط صليبي، فالحمد لله ما في خوف مع الشباب. يعني اول النوادي اللي تخلص الوقت نادي الرفاع. عندنا لاعبين ما اخذوا الفرصه الكافيه انهم يلعبون في الموسم، عندنا لاعبين في الفئات ما لعبوا، لاعبين احنا نتطلع ان هالموسم ذي يكون مشاركتهم 40-30% في الموسم ذي. يعني ما هو بعبط ان مثلا علي عاشور دخل اللاعب الفلاني في اخر مبارتين يعني شيء مثلا اجتهاد، لا يعني في خطه اداريه رفاعيه. نادي لاعب الموسم الجاي الحين، هالموسم ذي لعب 4 مباريات، موسم الجاي بيلعب 10 مباريات. بالعكس انت لو بتطالع في ابرز المباريات واهم المباريات المدرب بالعكس كان يوثق فينا، كان يدزنا في وايد من المباريات. لو بتذكر في وايد انا لعبت، انا كشخص كسعود لعبت في وايد مباريات مهمه. يعني مو عنده ثقه، احنا كلنا متفقين وكلنا عندنا ثقه في ال11 لاعب اللي بيكونون في الملعب. يعني اي وقت لا سمح الله تعور لاعب يلعب في مركزي، مستحيل يعني مدرب الفريق ما بيكون عنده ثقه فيني. دوم انا العب ويا هالمجموعه الثقه كلها اللي في النادي تنحط علي انا. وابعدت بعد ذلك الى كوبيل، ما لها الا هذا الرجل. القطار الرفاعي واصل السير، لكن في محطة البسيتين وقف. منطقة الجزاء رأسية من سلطان، سجلها، سجل التعادل، سجل. لكنهم بعد ما كانوا خايفين، لأن 3 نقاط في 3 مباريات نسبيا محسومين. مباراة الحد موقعها كانت مفصلية، وأكيد ما كنا متوقعين تساهل من الحداوية، والكلمة فيها بعد كانت رفاعية، وتوجوا مجهود الفريق بالثنائية. الشومي يعاقب الحد بعد أن أهدر فرصة من الحشاش، الشومي يعاقب الحد بفرصة والفراغ والبديل اللازم.
بعد الحسم عاشور لعب بالشباب وضد الأهلي كان على اعتاب الخسارة. وبالتبديلات تعداها في مباراة المالتية رجعوا سواها، وهالمرة كان الفوز والتتويج من نصيبه. بعد تتويج الرفاع كل مشجع للكيان ولاعب كان فرحان إلا واحد، مهدي حميدة، لأنه ما شارك في آخر مباراة. لكن يوم سألناه كان جوابه في لاعبين شاركت، في لاعبين ما شاركت ناس ماتش، يعني قرارات فنية يمكن. بس المعلومات اللي عرفناها كانت غير، اللاعب ما تمرن أسبوع قبل المباراة. بس ليش؟ هاي اللي ما عرفنا. لا بالعكس، وعلي عاشور ما عنده مشكلة ويا أي لاعب، ما عنده مشكلة ولا اللاعبين عندهم مشكلة ويا علي عاشور، فالأمور طيبة في غرفة الملابس. هي أكيد، لأن الحاجة اللي وصلنا أنا لا أن مهدي حميدون قال أنا قررت أخرج بسبب عندي مشكلة مع علي عاشور. لا لا، هذا كلام صحيح، وأي مشكلة يعني بتصير يعني أنها لو صارت الحين اليوم الثاني انتهى الموضوع، ما كنا صار شيء يعني. على فكرة أبو زيدك مو بس هو اللي متمرن، أحمد عبد الله بعد يوم. بعد أحمد عبد الله متمرن ليش انزل؟ والله ما ادري، اسباب اداريه يعني احنا ما درينا عنها. هو اللي صار مو باستبعاد، استبعاد احنا اللاعبين عرفنا انه موقع مع نادي الخلديه، الحين هم خلاص ضمنت الدوري يعني. ليش العبهم وما بيكونون معي اجهزهم لفريق الخلديه؟ خلني اجهز لاعبين الصغار اللي يلعبون. الحين احمد مشى عني خلاص، ادري انه مشى عني، احنا لعب هزاع ولا لعب احمد، خلينا نكون واقعيين امانه، ما يبي له شيء يعني، واضح الموضوع. عدنان طول الموسم ما لعب تقريبا، مهدي مشي مو لازم عدنان يلعب، زين مهدي خلاص اختار لمحطه، واحنا نقول الله يوفقك مهدي في محطتك واحمد الله يوفقكم، بس انا كمدرب لازم اشوف مصلحتي لان انا موجود قاعد اجهز لي لاعبين. عدنان يحصل لي 180 دقيقه، هزاع يحصل لي 180 دقيقه، احسن من اللاعبين، احسن من اللاعبين الثانيين بيروحون الخالديه ما جهزهم حق نادي ثاني، يبي نادي ما انا مجهزهم، انا مالي شغل فيه. لا مو بسالفه التجهيز، ويمكن احنا يعني كنا محظوظين ان احسن من الدوري قبل مباراتين، لو ما كان هالشيء يمكن ما ناخذ القرار، ويمكن ما تم من ناس قال، لكن لان تم الاعلان عنهم من قبل يخلص الدوري. وهي بعد سبب بعد، يمكن لان صراحه ما كانت عدله بحقنا احنا ان نعلن اللاعب موجود يانا ويتمرن وياكل ويشرب ويانا ويعلنون عنه انه هو موقع نادي ثاني، فما كانت مو ذنب اللاعب يعني. هو اكيد مو بذنب اللاعب 100%، مهدي ما له شغل كلش بالموضوع، بس احنا كفريق اصلا انا كمدرب بس ليش يوقف راسه يعني؟ ليش يوقف راسه انه ما يلعب؟ على الاقل اللاعب كان ينافس على الهدف. لا بالعكس، مباراه الاهلي لعب بس مالتشي كان ينافس على الهدف، واللاعب كان قاعد برا ومتحاسر للامانه، كان وده يلعب يقول انه على الاقل كان ممكن احسن الهدف في المباراه. بس احنا ارتئينا لشغله ثانيه، احنا لازم نشوف هم شافوا مصلحتهم، عبد الله خلينا نكون صريحين، شافوا مصلحتهم يروحون نادي ثاني. الحين احنا مو مصلحتنا ناخذ خيار ان ما نلعبهم واحنا حاسمين الدوري، يعني في النهايه كل واحد شو مصلحته في بالضبط، ما حد لازم يزعل، انت شوف مصلحتك الله يوفقك، احنا لازم نشوف مصلحتنا والله يوفقنا، ليش لا؟ خلص الدوري قلنا وعرفنا الحين، خلصنا اخر جولتين وخلصت الامور. اول شفنا صفقه مهدي حميدون مع نهاية الدوري مع التتويج، صفقة أحمد عبد الله الخالدية، شو دور اللي كلنا عارفين فيها؟ نعم، ندور شبر قاعد، شبر مو بقاعد، شبر ماشي، بعد روح الخالدية، الرفاع ليش قاعد يفارض هاللاعبين؟ مهدي حميدون قلنا ما يبي يجدد، شوف مصلحته، ليش ما جددت يا أحمد عبد الله؟ شو؟ لا عندنا الله يسلمك هذه، أحمد عبد الله كلمناه في بداية الموسم يمكن عقب كم مباراة، وبعدين عقب كم مباراة اجتمعنا بالجهاز الفني وما وصلنا نجدد وياه. أحمد حاولنا نجدد، أحمد ما كان يبي يبي،
احمد ما كان يبي يقعد؟ احمد ما كان يبي يقعد. وكذلك السيد شبر، نبي نعتمد على يعني نبي نقلل معدل الاعمار في الفريق، ما نبي نطلع وايد فوق. لا لا بالعكس بالعكس، احنا انا شخصيا كمدرب حاربت انه يبقون. خلاص يعني حسيت ان اعمار اللاعبين وايد فوق، ما له داعي انه يكملون. لا نبي احنا يعني ما نفكر احنا حق ذي الموسم ولا الموسمين، احنا بنفكر قدام بعد. لازم بنعد عندنا احنا مثلا سيد شبر ما قصر ويانا، بس انه خلاص انتهى عقده، وعندنا حراس صغار نبيهم يلعبون ياخذون مكانهم حق السنوات القادمه ان شاء الله. مثل ما يقول لك عندنا مشروع، يعني احنا عندنا مشروع ان نحقق بطولات وقتيه الحين، وعندنا مشروع ان نسوي فريق جدا. لا احمد انا شخصيا قعدت وياه في الفندق وقبل معسكرنا ليله معسكرنا ويا مباراه الاهلي النهائيه ويا محمود جلال، قال لي ان شاء الله وان شاء الله. بعدين كنا عرفنا من هو موقع مع الخالديه. انا ما تبغي انا ما كمل نفس ما وصلني عقب نهائي الكاس، هو مشار ثلاثه يعني نفس ما وصلني بعد ما ادري صح والله لا ما ادري. لان احمد يمكن انا اكثر واحد حاربت انه يتم معاي، وشفت احمد مشي في مكانه محترف. وشبر شبر نفس الشيء حاربت له بقى. شبر كان الموضوع شنو اكثر شبر في شبر، اكون صريح وياك قبل انت حاكي في شبر. نعم. شبر هالموسم ما كان شبر لكل اللي انا عارفه. لا لا شبر له اخطاء وايد ترى هالموسم. شوف اول مركز الحراسه حساس مركز، يعني غلط واحد بقول، بس شبر شال لنا مباراه الشرقي اللي عقب الكاس، مباراه الشرقي هو اللي شال الفريق، هو اللي جاب الفوز اصلا، شال كورتين ما ينشالوا. فاحنا ما نحمل احد اخطاء ولا نحمل اي شخص في الفريق اي غلط، بس اللي صار انه موضوع شبر تاخرنا عليه وهو كان مستعجل يبي يوقع ويجدد، بس وقع متاخر هو بعد صارت ما صار توفيق. المشكله انه شنو صار هالموسم ذي أمانة عبد الله، صار شنو إن يا بنقول موضة جديدة أو شيء جديد على الساحة البحرينية. أسست مو بأسست الوكلاء، أنت كنت بتتكلم عن أسست بس أنا أنت كنت بتتكلم عن الوكلاء، بس قصدك أسست فأنا يلا بقول بسهلها لك عشان أنت ما تقوله أسست. الوكلاء دشوا يعني شوي أمانة حسينا إن ابتدوا يتحكمون بالسوق، وهما اللي ودوا اللاعب الفلاني هالفريق واللاعب الفلاني هالفريق. انا اقول حتى كان لهم دور كبير في توقيع احمد وشبر ومهدي مع فريق الخالدي، فلو اللاعبين ما كان عندهم وكلاء يعني هالفريق يعني هالوكلاء كانوا قاصدين ان يشيلون اللاعبين من الرفاع ويودونهم الخالدية. الله اعلم. لا ما اقول له هالشيء، ما اقول له. قاعد تقول لو ما كانوا موجودين كان اللاعبين تعموا في الرفاع. احتمال كبير يعني من كلامه كان هل هو مكلا انهم شلونه هو وكيل وقع ويا اللاعب ماله، بس ما له اصلا من عقب هالرفع انها تعاقد مع اسست، قال لهم انا بيكم تعاقدون ولا لا عمل عندنا. هو شوف هما كوكيل من حقه يشوف مصلحه اللاعب ماله، واللاعب لازم يشوف مصلحته. اذا الوكيل ماله بيطلع مبلغ اكبر للاعب في مكان ثاني واحنا ما نقدر نعطيه، بس المشكلة ما قعدوا معانا على الطاولة عشان نتكلم عن الموضوع. ها يعني الوكيل سيدة سحب وادى ذاك النادي. هذا الشيء الواضح كان، لأن لو كان موجود الكلام كان احنا كانوا شيء ثاني. الرفاع خسر قوته الهجومية، وبهالوضع اتوقع صعب ينافس الموسم الجاي على الثنائية. شلون بتعوض انت هالقوة الهجومية الحين؟ علي مدن ومهدي حميدان ترى كانوا 20 جول ويا بعض تقريبا. هي 20 جول؟ 20 جول بالضبط 20 جول. انا اقول لك حميدون يجيب لك 9 صح، ويسوي لك اسيست 5، علي مدام يسجل لك 5 واسيست 6 ما يساب تقريبا 20 جول. اكيد اكيد خسارنا قوه هجوميه، بس يعني خسارنا قوه، وان شاء الله الحين الرفوع بيبون اقوى من اللي كان موجود ان شاء الله. رقم مرعب، رقم كبير، ولكن الرفع بمن حضر. افتقدنا الموسم الماضي كوميل بشكل كبير بشكل كبير، غاب عن الاصابه المباريات فترة طويلة. كوميل إن شاء الله بيرجع، وكوميل هو دائما رقم واحد وكان عندي في السنتين اللي راحوا أكثر لاعب مسجل ويحقق ويساهم. مرهون متألق بشكل كبير، الشومي موجود راجع بقوة، وما شاء الله قد تشوف ريله ماشي على الجول فترة الأخيرة. الموسم الجاي شو مجهز الرفع؟ هل ناوي يحافظ على الثنائية ولا بيكون تفكير خلاص
الدوري خلاه على صوب المحلي انا باخذ الاسيويه ان شاء الله. المنصات مكانه الطبيعي في المنصات ان شاء الله، اذا كان في مستوى طبيعته الرفاع مكانته الطبيعيه في المنصه يعني وين الرفاع. الثلاثيه اذا في مشاركه خارجيه، اذا في مشاركه خارجيه ندش بالرفاع، ندش على اي بطوله ندش ناخذها. انت حامل معي حتى لو خامس لو ست يبقى كل موسم. طموح 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 كل موسم. احنا البطوله الاسيويه مع الدوري وكاس جلاله الملك بنحاول نحافظ عليهم، لكنه بيكون يعني صعب شوي، لكنه يعني ما نستبعد يعني ان نحقق البطولتين ولا البطوله كاس الاتحاد الاسيوي. يعني بتكون من ضمن اهداف الرفاع الرئيسيه كاس الاتحاد الاسيوي والدوري وكاس جلاله الملك. احنا ما نستانس بالثاني صدق، يعني انا عندي الثاني نفس الاخير ما لها طعم. احنا ترى العام الميداليات موجوده تحت عندي ما استلموها لاعبيننا. ما استلموها؟ لا ما رضى. واحنا قلنا حق الاتحاد يعني لاعبيننا ما بيستلمونها، قالوا هذه لكم يعني. ما رضوا ياخذونها، كل لاعب نقول له كم ميداليتك يضحك ويمشي ما ياخذونها. بالمختصر المفيد، الرفاع من الحين اعلن التحدي للموسم الجديد. الرفاع حقق الثنائية وناوي واصل هالقصة الاستثنائية، الطموح مشروع، لكن بننتظر الموسم الجاي وبنعرف الرفاع لوين بيروح. ودون في موسم جديد بيبقى هذي المختصر، لكنه نقطة في بحر.